كل حائط في المقابر الدولة القديمة كان ليه وظيفة، وكانت بتختلف الكتابة الهيروغليفية اللي بتبتدي بيه، وكل حائط ليه علامة. زي هنا هو بيكلم عن نص ديني. هنعرف ازاي؟ هنلاقي الأول إن هنا في الافتتاح بتاعته بشكل الشن اللي هي الدايرة الأبدية اللي بتديه الحماية، وهنلاقي هنا المتوفى حور محب وهو رافع إيده في حالة الدعاء. النص اللي تابع للكتابة الهيروغليفية هنا هنلاقيه بادي بشكل علامة النجمة ووراها راجل رافع إيديه في حالة الدعاء، ومعناها دوا يعني دعاء. لكن الحائط اللي قدامنا هنا هو حائط بيتكلم عن القربان، وابتدى ببداية مختلفة اللي هي حتب دينيسو. حتب دينيسو يعني عطية مقدمة من الملك. حتب دينيسو هنستخدم هنا نظرية التقديم اللي كان بيقدم فيها اسم الملك اللي هي 2-3-1. حتب دينيسو 2-3-1. احنا قلنا نسو في الاخر عشان المصري القديم كان بيقدس الملك، فكان بيكتبها في الاول لكن بينطقها في الاخر. تحتيها على طول هنلاقي توم او اتوم، مبتدية بتوم وبعديها شكل اتوم. اتوم هو بداية الخلق. كان في هليوبلس نظرية اسمها نظرية الخلق. الكون كله كان عبارة عن ضلمة ومية، وطلع منها تبة وطلع معاها اتوم اللي هو بداية الخلق. فهنا الصدقة المقدمة من الملك حتب دينيسو هي مقدمة لأتوم بداية الخلق. بعديها على طول كلمة سيد أو نب، كلمة سيد هي على شكل طبق. وراها على طول إيون اللي هي هيليوبلس، فأتوم سيد هيليوبلس، وهنا علامة المدينة اللي عليها أكس. حتب دي نسو توم نب إيون، صدقة مقدمة من الملك لأتوم سيد هيليوبلس.